السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله أعطيكم اختبار الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الأساسي الفصل الدراسي الثاني. طبعا في السؤال الأول يعطوهم اختياري، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطى: 1- سك أول دينار عربي من الذهب في عهد الخليفة الأموية عندنا عبد الملك بن مروان. 2- من العوامل البشرية المؤثرة في قيام الصناعة في الوطن العربي عندنا وسائل النقل. المعلم الحضاري الذي تمثله الصورة التي أمامك، طبعا هذا المعلم، عفوا، المعلم الحضاري الذي تمثله الصورة التي أمامك موجود في مدينتين، مدينة القيروان. هذا المعلم في مدينة القيروان. في السؤال الرابع: الوزارة التي تعمل على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عندنا التنمية الاجتماعية. في السؤال الخامس: تبلغ نسبة احتياطي النفط في الوطن العربي مقارنة بالعالم حوالي 58%. استمرت الخلافة العباسية حوالي 5 قرون. من المشكلات التي تعاني منها المدينة العربية عندنا الاختناقات المرورية. هذا من السؤال الأول إلى السؤال السابع اختياري. عندنا أيضا اختياري السؤال الثامن: من الدول المنتجة للحديد كما توضح الخريطة. عندنا هذه الخريطة. انزين، هي تونس. في السؤال الثاني: أولا اكتب المصطلحات الدالة لكل عبارة مما يلي. 1- يختص بتدقيق الحسابات المالية لكافة دوائر الدولة عندنا ديوان الزمام. 2- الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات عندنا الزيادة الطبيعية. 3- مكان نشر التمور بالقرب من البساتين أو المنازل لكي تجف يسمى المصطاح. 2- ضع الأحداث الآتية في أماكنها الصحيحة: 41 هجري تأسيس الدولة الأموية، 114 هجريا معركة بلاط الشهداء، 92 هجريا معركة شريش، 132 هجريا قيام الدولة العباسية. 3- بما تفسر. 1- يعد معدل النمو السكاني في الوطن العربي من المعدلات المرتفعة بسبب ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية والهجرة. 2- تعد السياحة من الأنشطة الاقتصادية التي تهتم بها غالبية دول العالم. عندنا تشكل مصدر دخل للدولة، تعمل على توفير فرص العمل والتبادل الثقافي بين الدول. في السؤال الثالث: تعد الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى، لأنها تهتم برعاية الطفل وإعدادهم للحياة من خلال تربيتهم وتنشئتهم اجتماعيا. هذه هي الصفحة الثانية، والآن ننتقل للصفحة الثالثة. السؤال الثالث: تأمل الصورة الآتية ثم اكتب بما تدل. عندنا هذه الصورة تدل على مكان وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة. الصورة الثانية: جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي. 2- صنف الصناعات التالية إلى صناعات استخراجية وصناعات تحويلية. الصناعات الاستخراجية
عندنا الرخام وصيد الأسماك. أما الصناعات التحويلية تعليب الفواكه وتعليب الأسماك. اذكر اثنين لكل مما يأتي من المشكلات التي يعاني منها الريف. عندنا التصحر وانخفاض إنتاجية العمل الريفي. رقم اثنان، من الشعوب التي ضمنتها الدولة الإسلامية زمن الدولة الأموية عندنا الأندلس بلاد السند. من قيادة الفتح الإسلامي في المغرب العربي عندنا عقبة بن نافع، حسان بن النعمان، زهير بن قيس، موسى بن نظير، معاوية بن طبعا نحن نذكر اثنان منهم، يعني أي اثنان نذكر عادي لتكون الإجابة صحيحة وكاملة. من أشهر خلفاء العصر العباسي أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، ومحمد المعتصم، وعبد الله المأمون. أيضا هنا نذكر اثنان فقط. هذه الأسئلة والإجابات في الصفحة الثالثة للسؤال الثالث. والآن ننتقل للصفحة الرابعة. السؤال الرابع، أولا، من العوامل المؤثرة في توزيع السكان في الوطن العربي عندنا العوامل البشرية والعوامل الطبيعية. عندنا العوامل البشرية، عندنا الحرفة السائدة وتوفير الخدمات، النمو السكاني في الأوضاع السياسية، عندنا هناك المناخ والتربة والمياه والموارد الطبيعية. ثانيا، من الشكل المقابل أجب عما يلي. عندنا هذه الرسمة، هذه الرسمة. ما اسم المدينة التي يوضحها المخطط الذي أمامك؟ عندنا بغداد. من الخليفة الذي أمر ببنائها؟ أبو جعفر المنصور. لماذا أمر ببنائها؟ حتى يكون من أعوانه. متى تم بناء هذه المدينة؟ عام 145 هجريا. كان التجار يلتقون في هذه المدينة لعقد الصفقات التجارية في بيوت خاصة تسمى طبعا الخانات. ستة، الجامعة التي أنشأت في هذه المدينة لترجمة المعارف والعلوم هي بيت الحكمة. عندنا ثانيا، اذكر الأهداف المقصودة من إنشاء السبلة. عندنا هذه هي السبلة اللي هي طبعا استقبال الضيوف وتعمق أواصر الجيرة والمحبة. تأمل الشكل المقابل، عندنا هذا الشكل المقابل. مصدر الطاقة الكهربائية، عندنا مياه السدود. من الدول العربية التي تحصل على الطاقة الكهربائية من ذلك المصدر، طبعا هنا عندنا مصر وسوريا. طبعا السبلة العمانية معروفة، تكون سبلة فيها الحارة يستقبل فيها الضيوف، وطبعا عشان تتعمق المحبة والجيرة بينهم يعطوكم أيضا أشكال هذه مثل هذا الشكل وعليه أسئلة، أيضا يعطوكم جداول.